بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في ورشة الماتلاب في الجلسة الثانية. سنتحدث في هذه الجلسة عن المصفوفات وفن التعامل معها من خلال تطبيق عدة تمارين عملية. أولا، ما هو مفهوم المصفوفات؟ المصفوفات تتكون عادة من أسطر ومن أعمدة. هناك أنواع خاصة من المصفوفات: المصفوفات الشعاعية، أي التي تتكون بعضها سطرية تتكون من سطر واحد والعديد من الأعمدة، أو العمودية تتكون من عمود واحد والعديد من الأسطر. كيف أقوم بإنشائها؟ سأقوم بتطبيق على الكوماند ويندو مباشرة أمامك. كيف أقوم بإنشاء المصفوفات في الماتلاب؟ بكل بساطة، أريد إنشاء مصفوفة تتكون سطرية. هنا العنصر الأول، أريد الانتقال إلى العنصر الثاني، أي الموجود في العمود الثاني. عندها أترك فاصلة عادية أو أترك فراغ. لذلك قمت بإنشاء مصفوفة سطرية. مصفوفة عمودية، أقوم بالانتقال من سطر إلى آخر بوضع فاصلة منقوطة، كالتالي: فاصلة منقوطة ثم 6. لو أردت إنشاء مصفوفة تتكون من عدة أسطر وعدة أعمدة، أقوم بكتابة أولا السطر الأول فاصلة منقوطة. انتقلت إلى السطر الثاني، علي أن أقوم بملء السطر الثاني بعناصر مساوية لعدد الأعمدة كي تكون متجانسة الأبعاد، وإلا سيعطيني خطأ. مثلا هكذا حصلت على مصفوفة. افتح الكوماند ويندو هكذا بشكل منفصل كي تبدأ التنفيذ معي. في كل تمرين سيكون لديك وقت صغير مخصص للتطبيق، وفي كل تمرين ستكون لدينا فكرة جديدة في تشكيل المصفوفات. لنبدأ التمرين. التمرين الأول، قم بإنشاء مصفوفة شعاعية عناصرها من 7 وحتى 11. ضع لها أي تسمية، لا فرق. الحل بسيط جدا. A تساوي 7 8 9 10 11. حصلنا على مصفوفة شعاعية. هنا فكرة جديدة، بما أن الأرقام متزايدة بشكل خطي وبخطوة واحدية، إذن يمكننا استخدام حلقة مضمنة، أي نكتب 7.11 وكأنها حلقة فور متزايدة بخطوة واحدية. بالشكل التالي سنحصل على نفس الإجابة لكن بشكل أسرع. التمرين الثاني، قم بإنشاء مصفوفة عمودية عناصرها أيضا من 7 وحتى 11. طبعا للانتقال من سطر إلى آخر سنضع فاصلة منقوطة. أظن أنك حللتها. الحل سيكون سي مثلا 7 فاصلة منقوطة 8 وغيره. قد تتساءل، إذا أردنا تشكيل هذه المصفوفة العمودية بما أنها متزايدة خطيا عن طريق أيضا الحلقة فور المضمنة التي تحدثنا عنها، كيف يمكننا فعل ذلك؟ الفكرة هنا، سنقوم بإنشائها كمصفوفة سطرية ثم إيجاد منقولها، أي قلب الأسطر أعمدة. عندما أكتب 7.11 سيقوم بإنشائها سطرية. عندما أضع هذه الإشارة سأقلب الأسطر أعمدة والأعمدة أسطر، أي منقول المصفوفة، وذلك أحصل على مصفوفة عمودية بشكل سريع بهذه الطريقة. هل طبقتها؟ بسيطة. حسنا، التمرين الثالث، أصبح لديك الآن في الورك سبيس A و C إحداهما حجمها 1/5 والثانية 5/1، أي مصفوفة عمودية ومصفوفة سطرية ومصفوفة عمودية. أريد أن أقوم بجمع عناصر المصفوفتين. هيا قم بعملية الجمع. ستكتب بشكل تلقائي A زائد C. سأعطيك خطأ لأن الأبعاد غير متجانسة. لا يمكنك جمع مصفوفات من أبعاد غير متجانسة، أي مصفوفة سطرية مع مصفوفة عمودية، وهذا معلوم في علم المصفوفات أو في جبر المصفوفات. كيف سنحل هذه المشكلة؟ سنقوم بإيجاد منقول إحدى المصفوفتين، أي جعل المصفوفتان عموديتان أو مصفوفتان سطريتان. بالشكل التالي سأقوم بتصحيح الخطأ A زائد C فتحة. ما هي C فتحة؟ أصبحت هي منقول، لذلك أستطيع إيجاد عملية الجمع. انتبه دوما في العمليات الحسابية أن تنتبه إلى تجانس أبعاد المصفوفات. التمرين الرابع، سأريد إيجاد مصفوفة
من 10 وحتى 1، لكن الآن ليست متزايدة كما فعلنا، بل متناقصة. كيف ستكتبها؟ باستخدام حلقة فور مضمنة. بكل بساطة سأقوم بتغيير الخطوة من 1 وحتى إلى ناقص 1. سأكتب 10 نقطتان تحديد الخطوة ناقص 1 ثم 1. إذا لم أقم بوضعها كما وضعنا في المرة السابقة 1.7 نقطتان 11، سيعتبرها بشكل افتراضي 1، لكن عندما نقوم بتحديد الخطوة سيأخذها. حسنا، جرب نفسك في تمرين آخر. أريد من 10 وحتى 1 بتغيير الخطوة بحيث تكون الستيب ناقص 2. 10 نقطتان ناقص 2 1. التمرين السادس، هناك مصفوفات. لاحظ معي، سأخبرك بهذه الفكرة بشكل سريع في البداية. كما أخبرتك، نقوم مثلا من 1 نقطتان 5، حصلت على مصفوفة متزايدة من 1 وحتى 5. إذا كنت هنا يتزايد بخطوة واحدية، بسيطة أن أقوم بحساب الخطوة. لكن أحيانا أريد، أنا مثلا في تجربة ما أريد أرقام من 1 وحتى 5، أعرف القيمة الأولى والقيمة الأخيرة، لكن لا أريد عدد العناصر أن يكون 5، أريد 8 عناصر بينهما. كيف سأقوم بإيجاد الخطوة؟ من الصعب جدا حساب خطوة في مثل هذه الحالة لأنها ليست عدد صحيح. عندها أستعين بالتابع line space الذي موجود هنا وسنتكلم عنه. line space، سأقوم بوضع القيمة الأولى التي أريدها والقيمة العظمى 5، وكم عنصر أريد؟ 8 مثلا. لاحظ، قام بإيجاد العناصر بشكل تلقائي. أصغر قيمة هي 1 وأكبر قيمة هي 5، وحصلت على 8 عناصر. لاحظ، 8 أعمدة لدي، 8 عناصر بخطوة. من الصعب ربما كان بشكل عفوي أن أوجد هذه الخطوة. فهذه فائدة اللاين سبيس عندما تكون عدد عناصرها معلوم وأيضا متزايدة لوغاريتميا. حاول تطبيق هذا التمرين. لاين سبيس 1 5، أصغر قيمة وأكبر قيمة، لكن أريد 5 عناصر. هذا أمر بسيط، خطوة واحدية، لكن عندما تكون 8 سيختلف الموضوع لدي، سيكون أكثر تعقيدا. هذه فائدة هذا التابع. التمرين السادس، أظن أنه بسيط عليك الآن. قم بإنشاء مصفوفة تتكون من عدد من 3 أسطر وثلاثة أعمدة وتحوي هذه العناصر. الحل، تركنا فراغ بين عمود وآخر، وعندما أردنا الانتقال إلى السطر الآخر وضعنا فاصلة منقوطة. التمرين السابع، سنبدأ الآن بمفهوم تضمين مصفوفات داخل مصفوفات أخرى. لنبدأ التمرين، قم بإنشاء مصفوفة باسم B تحوي العناصر 1 2 3، مصفوفة سطرية. قم بإنشاء مصفوفة C والتي تحوي عناصر المصفوفة ب مجموع لها 6. قم بالنهاية بإنشاء مصفوفة A التي تحوي في السطر الأول على مصفوفة ب، وفي السطر الثاني تحوي العناصر 4 و5 و6، وفي السطر الثالث تحوي العنصر C المصفوفة C. لاحظ، استطعت تضمين هذه المصفوفة ضمن هذه المصفوفة الكبيرة. الأبعاد متجانسة، 3 عناصر في السطر الأول و3 في الثاني و3 في الثالث. هل حصلت على إجابة صحيحة؟ حسنا، سأقوم بحل التمرين أمامك هنا. أظن أنك انتهيت. ب تساوي 1 2 3، و C لدي هي عبارة عن B زائد 6، حصلت على هذه العناصر. إذن A تساوي، السطر الأول هو عبارة عن مصفوفة B، فاصلة منقوطة انتقلت إلى السطر الثاني، سأضيف العناصر 5 إلى 6، ثم المصفوفة C. لاحظ، تم تشكيل المصفوفة المطلوبة من خلال تضمين المصفوفات. طبعا الفكرة هنا بسيطة، تقول لي كان بإمكاني إدخالها يدويا، لكن تضمين المصفوفات سيكون
مهم جدا في عندما يصبح لديك مواصفات كبيرة أو معالجة صور وغيرها، تحتاج إلى هذه المفاهيم البسيطة. التمرين الثامن، قم بإنشاء مصفوفة إيد تحوي عنصرين واحد واثنان. قم بإنشاء مصفوفة بي تحوي العنصرين ثلاثة وأربعة. قم بإنشاء مصفوفة عمودية سي تحوي خمسة وستة. بسيط الحل. حسنا، سأقوم تضمين ثلاثة مصفوفات شعاعية ضمن مصفوفة واحدة باسم A. هل يمكنك تضمينها بهالشكل بالشكل التالي؟ أي ستظهر A لدي في السطر الأول واحد اثنان خمسة، وفي السطر الثاني ثلاثة أربعة ستة، عن طريق تضمين أو جمع هذه المصفوفات ضمن مصفوفة واحدة. فكر بها. حسنا، سأساعدك في الحل. سنقوم بدمج A و B بحيث تشكلان عمود واحد، أي هذا العمود مع هذا العمود، ثم أضيف لهم العمود C. سأبدأ الحل. A تساوي واحد اثنان، أما B تساوي ثلاثة وأربعة، و سي تساوي خمسة وستة. المصفوفة A ستكون تساوي عبارة عن مصفوفة تحوي A فاصلة منقوطة B، أي انتقلنا هذا السطر الأول وهذا السطر الثاني وجمعناهم في عمود واحد، وهذا العمود هنا سأنتقل إلى هذا العمود الأول في A يحوي هذه المصفوفة، ثم سأنتقل إلى العمود الثاني بفاصلة أو بفراغ وأضع المصفوفة C، وبذلك حصلت على الحل الذي أريده. هل واضح هذا المثال؟ حسنا، كيف أخبرتك بأن المصفوفة تتكون من أسطر وأعمدة؟ إذا أردت استدعاء عنصر ما من مصفوفة يمكنك استدعائه، وذلك بوضع اسم المصفوفة ثم وضع رقم السطر أو رقم العمود لتحديد العنصر الذي تود الحصول عليه، أو من خلال عن طريق ترتيب العنصر، وبذلك يتم ترتيب العناصر بالشكل التالي واحد اثنان ثلاثة أربعة وهكذا. سأريك ذلك عمليا. حسنا، يكون لدي المصفوفة أريد استدعاء هذا العنصر ستة. سأقوم بوضع اسم المصفوفة ثم قوسين، سأدخل أولا رقم السطر، هنا السطر الثاني سأدخل رقم السطر فاصلة رقم العمود الثالث. حصلت على العنصر الثالث، أو من خلال ترتيبه كما أخبرتك، سيتم ترتيبه واحد اثنان ثلاثة. أضع فقط واحد مثلا للحصول على العنصر الأول، اثنان أربعة، أي انتقل هكذا. لو أردت الحصول على عمود كامل أو سطر كامل، كيف سنحصل على ذلك؟ لاحظ معي هذه المصفوفة A. أنا أخبرتك عندما أريد استدعاء العنصر أربعة مثلا، سأضع رقم السطر اثنان ورقم العمود واحد، لكنني أريد استدعاء هذا العمود كاملا، إذن أنا أريد عدد الأسطر هنا هي جميعها، إذن سأضع نقطتان أي جميعها أو من واحد وحتى ثلاثة، وأريد العمود الأول، وبذلك استدعيت العنصر الأول. لنفرض أنني أريد استدعاء السطر الثالث، سأفعل كما أفعل نفس مفهوم استدعاء العنصر، أي سأقوم تحديد السطر الأول، ف
فاصلة، الآن تحديد العمود، أي عمود؟ أريد جميع الأعمدة. إذن سأضع من 1 حتى 3 أو نقطتان لإخباري بأن يأخذ جميع الأعمدة. سأحصل على العنصر. السطر الثالث، لنفترض أريد إضافة عمود أو حذف عمود، سأريد حذف العمود الثاني. سأقوم بوضع A، استدعاء العمود الثاني. كيف سأستدعيه؟ جميع الأسطر فاصلة العمود الثاني يساوي، وسأسند له قيمة فارغة، وبذلك أكون قد حذفته. أريد أن أضيف عمود العمود الثالث مثلا، A تساوي، عفوا، استدعاء السطر الثالث العمود الثالث أي جميع الأسطر فاصلة ثلاثة يساوي، وسأضع هنا، أقوم إسناد عمود. لاحظ معي، قمت بإضافته. لنفترض أريد استدعاء مصفوفة جزئية، أي أريد استدعاء مثلا هذا المربع من المصفوفة. أريد إذن الأسطر من 1 وحتى 2 فاصلة، أما عدد الأعمدة أيضا من 1 وحتى 2، وبذلك قمت باستدعاء مصفوفة جزئية من المصفوفة الكلية. حسنا، جرب ذلك في التمرين. قم بإنشاء هذه المصفوفة F عبارة عن سطر 1 2 3 ثم 4 5 6، والمصفوفة H 2 4 6 1 3 5. خزنها لديك لنبدأ الاستدعاء. أريد منك الآن أن تقوم باستدعاء هذا العنصر. كيف ستقوم باستدعائه؟ حاول الحصول عليه. بكل بساطة سأحدد رقم السطر ورقم العمود، أي F اسم المصفوفة، 2 السطر الثاني، 3 السطر عمود، فسيأخذ هذا العنصر. ينتقل إلى المصفوفة H التي أنشأتها. أريد منك أن تستدعي العمود الأول الذي يحوي 2 و1، أيضا من اسم المصفوفة. سنضع نقطتان للدلالة على جميع الأسطر وتحديد العمود الأول. التمرين العاشر، قم بإنشاء مصفوفة A تحوي في السطر الأول على كلمة test، وفي السطر الثاني تحوي على كلمة testing. لاحظ معي عندما قمت أنا بإنشائها بأن عدد الأسطر 2 وعدد الأعمدة 7. ربما سيظهر لديك خطأ، لماذا؟ عليك أن تكون عندما أقوم بإنشاء مصفوفة ما 1 2 3 ثم أنتقل إلى السطر الذي بعده وأعطيه عناصر أكثر أو أقل، سيعطيني خطأ لأن الأبعاد غير متجانسة. علينا الانتباه أيضا في المصفوفات النصية. عندما قمت بوضع كلمة تيست هي عبارة عن محرف 2 3 4، قمت بالانتقال للسطر الثاني ووضع الكلمة testing 1 2 3 4 5 6 7، إذن ستكون غير متجانسة. 1 2 3 4، سأترك 3 فراغات بعدها كي تكون متجانسة، وبذلك يقوم بتخزينها بشكل صحيح. هل قمت بتخزينها؟ حسناً، أريدك أن تستدعي ING من الكلمة الأخيرة. بكل بساطة ستنتقل إلى السطر الثاني وتنتقل العمود الأول، الثاني، الثالث، الرابع، إذا من العمود الخامس وحتى السابع ستقوم باستدعائه باسم المصفوفة. السطر الثاني، الأعمدة 1 2 3 4، إذا من الخامس وحتى السابع، بذلك سأحصل على الـ ING. التمرين الأخير في التعامل مع المصفوفات سيكون عليك حله، سأعطيك الوقت اللازم لذلك. قم بإنشاء هذه المصفوفة. في
السطر الأول 3 4 4 3، السطر الثاني 4 5 6 7، السطر الثالث 5 6 7 4، السطر الرابع 4 5 6 7. قم باستدعاء العنصر الثامن. قم باستدعاء العنصر الثالث من السطر الثاني، ثم استدعاء السطر الثالث، استدعاء العمود الثاني. قم بإضافة عمود في نهاية المصفوفة. هذا فقط للتمرين. في حال توقفت عند أي شيء يمكنك سؤالنا أو مراجعتنا. أظنك الآن قد تمرنت على التعامل مع المصفوفات وإنشائها وتشكيلها واستدعاء أي جزء منها. هناك توابع تساعدك وجاهزة تساعدك للتعامل مع المصفوفات، منها التابع سايز. عندما أقوم بوضع سايز وأضع له المصفوفة سيعطيني عدد الأسطر وعدد الأعمدة. length يعطيني طول المصفوفة أي عدد الأعمدة. وهذا التابع سيعطيك عناصر القطر الرئيسي. حسنا، لنجربهم. هناك العديد من التوابع وأدعوك لتجربتها. مثلا لدي A، سأقول له أخبرني size A، أعطاني بأن عدد الأسطر وعدد الأعمدة وأعطاني الجواب على شكل مصفوفة سطرية. إذا لو أردت عدد الأسطر فقط سأقول له size، لاحظ فن المصفوفات، size A، إذا العنصر A أريد منه العنصر الأول. كلا، لقد أخطأنا. عليك بإسنادها أولا إلى متغير ما size A، قام بتخزين القيمة. أريد A واحد، إذا حصلت على عدد الأسطر، أو A اثنين، حصلت على عدد الأعمدة. ستفيدك هذه الملاحظات لاحقا. هناك مصفوفات خاصة أي يمكنك تشكيلها مباشرة من التابع، مثلا المصفوفة الواحدية والمصفوفة السطرية والمصفوفة المحايدة. مثلا سأقول له ones 4 أي 4 ضرب 4، سيعطيني مصفوفة واحدية. أو تحديد العناصر، ones عدد الأسطر 1 ل3 أعمدة، سيعطيني مصفوفة شرعية التي أردتها. zero zeros أيضا 5 ب4 مثلا حصلت عليها. أما المتناظرة مثلا 2 ب2 لن تبدو لدينا كثيرا، نجعلها 4. لاحظ سيكون العناصر القطر الرئيسي واحد والبقية أصفار. مثلا لنجرب عليها التابع INS، لأنني لم أقم بإسنادها، سيعطيني واحدات عناصر القطر الرئيسي. حسنا، هناك العديد من التوابع التي تساعدنا، مثلا max للحصول على أكبر عنصر، minimum sum sort للتصنيف، size وريشيب إعادة تشكيل وغيرها. وهذه أيضا من المصفوفات الخاصة، سنجرب إحداها. المصفوفة ماجيك هي مصفوفة سحرية. لاحظ معي مثلا المصفوفة ماجيك 4، ستعطيك أرقام عشوائية، لكن ميزة هذه الأرقام يقولون بأن المصفوفة السحرية بأنك لو قمت بجمع الأسطر والأعمدة وجميع الأعمدة أو القطر الرئيسي ستحصل على نفس الرقم. كيف سنتأكد من ذلك؟ باستخدام جبر المصفوفات في الماتلاب. هل يمكنك التأكد؟ مثلا ماجيك 4، لاحظ معي سأتأكد. أنا قمت بإنشاء ماجيك 4، سأقوم باستخدام التابع سم. سم هنا المصفوفة لدي لم أقم بإسنادها، حسنا سأضع INS، أو في حال قمت بإسنادها على A ستضع اسم المصفوفة. سم INS قام بجمعها فوجدت أن مجموع جميع الأعمدة 34. حسنا، أريد جمع الأسطر، كيف سأقوم بجمعها؟ إحدى الطرق، سأقوم بإيجاد منقول المصفوفة ثم جمعها.
أو بقلب المصفوفة ANS. لاحظ الآن، قام بجمع 34 لأنني قمت بإسنادها إلى المصفوفة ANS. جميل، وهذا ما كنت أقصده في الفيديو السابق بأن لا تقم بإسناد المصفوفات أو المعلومات التي تود التعامل معها إلى متغير ANS لأنه تغير، فقم بجمع النتيجة الأخيرة ANS. حسنا، سنقوم بتصحيح خطأ سريان وإسناده إلى متغير ماجيك A ماجيك عفوا 4. حسنا، سأبدأ الآن بعمليات sum A. sum هذا جمع الأعمدة، هذا جمع الأسطر. حسنا، أو بإمكانك استخدام sum A وعندما نضع له اثنان، أي نحن نريد البعد الثاني. وأيضا نتأكد من أن القطر أيضا، هنا لدي A نفسها، أريد أن أتأكد أن القطر يساوي 34 سم، وسأضع بداخله الدابع دياك الذي يستدعي عناصر القطر وإغلاق القوس. حصلت على 34، إذن فعلا هي مصفوفة سحرية. هل انتهيت من تطبيق هذا التمرين؟ وتأكدنا من أنها مصفوفة سحرية. ربما تختلف النتائج حسب تشكيل المصفوفة التي قمت بتشكيلها. العمليات الأساسية على المصفوفات، يمكنك إجراء عمليات عديد من عمليات الجمع والطرح والضرب، سأريك عرضا سريعا عنها. مثلا لدي المصفوفة A تساوي 1 و 2، أريد جمعها مع المصفوفة 3 و 4، أعطاني النتيجة. مثلا لدي المصفوفة A 4 و 3، أريد طرح منها 2 و 1، حصلت على النتيجة 2 ب 2. لاحظ أن الأبعاد متجانسة. حسنا، بالنسبة لعمليات غير الجمع والطرح، لنفرض لدي مصفوفة 1 2 3 4، مصفوفة مربعة، والمصفوفة B تحوي 3 و6، أريد ضرب المصفوفة A ضرب B، سأقوم بضرب الأسطر بالأعمدة وإعطاء النتيجة. نفرض لدي A تساوي 6 و8، مصفوفة شعاعية، أريد تقسيمها على 2، سأقوم بتقسيم كل عنصر على رقم 2. مثلا لو قمت بإنشاء مصفوفة 1 2 و3 و4، مصفوفة مربعة، ورفعتها إلى الأس 2، سيفهمها الماتلاب بأنني قمت بضرب المصفوفة A بنفسها، أي A ضرب A، أي A مربعة، وكأنك قد قمت بضرب المصفوفة ببعضها. لو قمت بوضع دوت نقطة قبل عملية الرفع إلى قوى، سيقوم بالتعامل برفع الأس كل عنصر لوحده، أي كأنني أقوم برفع كل عنصر من المصفوفة A إلى قوة 2، ولاحظ الفرق في النتيجة. فانتبه إلى وضع النقطة في عمليات رفع إلى قوة والضرب وغيرها. أما بالنسبة للعمليات المنطقية على المصفوفات، يمكننا إجراء عمليات مقارنة وعمليات منطقية أخرى على المصفوفات أو في الجبر البولياني. لاحظ مثلا لدي المصفوفة A تساوي 1 2 3 4 5 6، أريد اختبار أي القيم هي أكبر من 3، سأجري عملية منطقية مباشرة A أكبر من 3، وسيكون النتيجة هي عبارة الصفر عبارة عن false والواحد هي عبارة عن true، أي عندما قام باختبار المصفوفة السطر الأول هي عبارة عن قيم أصغر تماما من 3، والسطر الثاني هي قيم أكبر تماما من 3، فلذلك كانت النتيجة أصفار وواحدات. لنختبره في القيم التي أصغر أو تساوي 5، وبذلك أعطاني النتيجة. أيضا يمكن التعامل مع العمليات المنطقية في النظام الثنائي الصفر والواحد. مثلا لدي المصفوفة 0 0 0 1، أريد إجراء عليها عملية AND مع الواحد X AND 1، لاحظ أعطاني النتيجة. أو مثلا عملية OR X OR 1 وأعطاني النتيجة.
أي يمكنك التعامل مع النظام مع العمليات المنطقية مباشرة على المصفوفات. هنا في هذا الجدول عرض سريع لأهم التوابع التي مرت معنا، بعضها ذكرناه وبعضها لم ننفذها. يمكنك تجربها، مثل ماكس لاختيار القيمة، يعيد القيمة العظمى مينيموم، القيمة الأصغر، ريشيب إعادة تشكيل، سايز الحجم وغيرها. والمصفوفات المميزة التي يمكنك مباشرة تنفيذها. لنطبق تطبيق مثال عملي على فن استخدام مصفوفات في حل معادلات تفاضلية. لأفرض لدي 3 معادلات بثلاث مجاهيل أريد حلها. كيف نقوم عادة بحلها بالطريقة الرياضية؟ نقوم بوضع مصفوفة الأمثال ثم مصفوفة المجاهيل. الأمثال هنا 3 2 1، المعادلة الثانية ناقص 1 3 2. مصفوفة المجاهيل عبارة عن x1 x2 x3، ومصفوفة الثوابت. كيف سأقوم بحلها؟ بالطريقة التي اعتدنا حل المعادلات فيها، وذلك بأن نحسب مقلوب مصفوفة الأمثال ونضربها ب، يعني هنا أنا أريد الحصول على x، فسأقسم على a على a، هنا ستحسب، فهنا ستكون a ناقص 1، وحساب مقلوب المصفوفة a يطول ذكره بالعمليات الحسابية، تحسب محدد المصفوفة وتقربه وإلى آخره. المهم سنحلها بطريقة سريعة. سنكتب أولا، سنقوم بإدخال مصفوفة الأمثال إلى عفوا سنقوم بإدخال مصفوفة الأمثال إلى الماتلاب. تمام، حسنا، 3 2 1، ننتقل للسطر الثاني. 3 2 ناقص 1 ناقص 1، حسنا، هذه مصفوفة الأمثال. وسأقوم أيضا بإدخال مصفوفة الثوابت، فاصلة منقوطة، شعاعية لأنها، وناقص 1، حسنا. سأقوم باستخدام تابع inverse، سأوفر كل العمليات التي نحسبها عادة لحساب مقلوب المصفوفة، وسأضربها مباشرة بالمصفوفة ب، فسأحصل على الإجابة، وهي عبارة عن قيم المصفوفة المجاهيل. إذا x1 هي عبارة عن 2، x2 هي عبارة عن قيمتها 1، و x3 هي عبارة عن قيمتها 2. بكل بساطة 3 معادلات بثلاث مجاهيل قمت بحلها في الماتلاب بسطر واحد. حسنا، تطبيق آخر لاستخدام مصفوفات في معالجة تمثيل كثير حدود. هذه إحدى الطرق، هناك طرق أخرى طبعا، لكن الآن سأعرض عليك بشكل سريع كتدريب أو كتطبيق عملي عن المصفوفات. سأقوم بإدخال التابع كثير الحدود بشكل مصفوفة. سأخذ الأمثال، حيث كل حد هنا، كل عمود سيكون عبارة عن أس، أي الآن 7 6 3 1 5. هل هذا يبدو واضحا؟ هنا العنصر الأول من هذه الجهة سيكون عبارة عن متغير تي مرفوع للقوة 0، هنا متغير تي مرفوع للقوة 1، متغير تي مرفوع للقوة تي مربع، تي مكعب، تي أس 4. تمام، هكذا قمت بتخزين المصفوفة F. الآن يمكنني إجراء الكثير من العمليات عليها. مثلا أريد إيجاد جذور أو حلول هذا التابع، سأقوم بكتابة roots وأدخل له التابع الذي قمت بتخزينه أو كثير الحدود الذي قمت بتخزينه بشكل مصفوفة، سيعطيني الحلول. لاحظ بعضها كلها عقدية وتحتوي قسم سالب. تمام، حساب قيمة كثير حدود عند قيمة معينة، هذا هو التابع الثاني. مثلا لنفترض أريد بولي فاليو، أريد حساب التابع F عند القيمة 1، سأقوم بتبسيطه كي نستطيع حسابه، أو لنفترض بشكل أبسط سأقوم بحسابه عند الصفر، عند القيمة 0. لاحظ التابع لو قمت بتعويض قيمة 0 ستبقى القيمة 5، فأعطاني القيمة 5، عوضه بواحد مثلا سيعطيني 22. تمام، يمكنك تعوضه بأي قيمة وسيعطيك الجواب مباشرة. الآن لو أردت اشتقاق هذه المعادلة، مثلا 4 ضرب 7 3 ضرب 6، مهم، لاشتقاق
هذه المعادلة أيضا هناك توابع جاهزة لاشتقاق المعادلة التي تم تخزينها بشكل مصفوفي. بوليدار للحصول على المشتق بوليدار F، تمام، فقام باشتقاقه. النتيجة سأحصل عليها بنفس الشكل الذي قمت بإدخال التابع، أي هنا عندما أريد كتابتها هنا T مضروبة بT زائد 18 تي مربع زائد 28 تي مكعب، تمام، واضح الجواب. هنا سيكون اشتقاقه 0، وهنا اشتقاقه 1، وهنا 6. الحل واضح. أيضا لحساب التكامل أيضا نستخدم بولي انتيجر F، وبذلك نحصل على التابع بعد أن حصلنا على تكملي. يوجد طرق أخرى لمعالجة المعادلات، لكن هذه إحدى الطرق قمت بتطبيقها مباشرة لأننا قمنا بالتدرب على التعامل مع المصفوفات. شكرا لكم، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.